فتحنا لك فتحا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون.
قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على قد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صدق الله العظيم. لقد سأل سيدنا إبراهيم عليه السلام ربه فقال: سألوا دعاه. والقرآن الكريم بيسجل لنا دعوة سيدنا إبراهيم عشان نتعلم منها معاني كتيرة، وهي من رسائل القرآن الكريم. دعا سيدنا إبراهيم ربه فقال: ربي هب لي من الصالحين. أراد سيدنا إبراهيم عليه السلام الولد، طاقت نفسه لإنجاب الولد، فدعا ربه بذلك فولد له إسماعيل عليه السلام كما ورد ذلك في سورة الصافات. ثم ولد له إسحاق من غير عليه السلام، من غير مسألة، يعني من غير ما يدعي ربنا، كما ورد ده في سورة هود. فكان نافلة. نافلة يعني معناها الزيادة على الأصل. وولد لإسحاق يعقوب، سيدنا يعقوب حفيد سيدنا إبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، فكان أيضا نافلة وعطاء ومنة من الرحمن لسيدنا إبراهيم عليه السلام. وده ما أشارت إليه سورة الأنبياء بشكل موجز،
لأن سياق السورة، سياق سورة الأنبياء عموما، هو معني بإيه؟ معني بقضية التوحيد وركائز التوحيد، وبالتالي كان لابد من الحديث عن الأنبياء. وحملت التوحيد بأمر الله تعالى للناس، هم رسل الله تعالى، فكان التركيز في سورة الأنبياء على قضية النبوة جاية في إشارات سريعة دون تفصيل طويل. يعني ما كانتش الصورة معنية بسير الأنبياء ومسيرتهم على جهة التفصيل بقدر ما هي على جهة الإشارات السريعة للأنبياء الكرام، وإن دي سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، في أنبيائه، إنه يبعثهم ويأتوا إلى الأقوام بالرسائل ربانية إليهم. وامتن الله سبحانه وتعالى في هذا السياق فقال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. فجت إشارة سريعة زي ما كنا بنتكلم، إسحاق ويعقوب من الأنبياء الكرام عليهم السلام. ووهبنا إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. طيب، بالنظرة الموضوعية للوحي الشريف، نجد تفصيل هذه الإشارة الموجزة بشكل مرتب كالتالي قدر الطاقة. يعني بنحاول نلخص القصص عشان زي ما قلنا لحضراتكم الإشارات سريعة جدا في سورة الأنبياء. احنا توقفنا آخر مرة ان سيدنا إبراهيم ضيق عليه نمرود وكان لابد ياخد قرار الخروج، ولما ترك سيدنا إبراهيم بسبب تضييق النمرود عليه دياره، ترك دياره ووصل إلى الشام ومعه زوجه سارة، زوجته سارة، وسيدنا لوط عليه السلام ابن أخيه، وزوج سيدنا لوط عليهما جميعا، وعلى نبينا الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: فآمن له لوط، في غير سورة الأنبياء، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وبعد كده ذهب سيدنا لوط إلى المؤتفكة، راح لسدوم وعمورة اللي هي موجودة في الأردن، وأقام سيدنا إبراهيم حيث كان في بلاد الشام، وبينه وبين سيدنا لوط حوالي مسيرة يوم وليلة. طبعا حركة تحركات الأنبياء بتكون بوحي من الله سبحانه وتعالى لهم، لأنهم أصحاب رسائل وأصحاب مهام عليهم السلام. وبعد ما أقام سيدنا إبراهيم في الشام مدة من الزمن، حدثت مجاعة كبيرة جدا بأرض الشام وفلسطين، اضطرت إبراهيم إلى الهجرة إلى مصر. مصر حيث المراعي الشاسعة والمياه الوفيرة بارك الله لنا فيها وحفظها بحفظه العظيم. وقد أقام سيدنا إبراهيم في مصر الحبيبة ما شاء الله له أن يقيم، ثم رأى سيدنا إبراهيم أنه يعود أو أنه يرجع مرة تانية إلى الشام، فعاد إليها تصحبه زوجته سارة عليها السلام وخادمتها سيدة هاجر. كانت السيدة سارة زوجة مؤمنة مخلصة، وكانت عليها السلام باهرة الجمال، وكانت تحب زوجها إبراهيم حبا كبيرا، وكذلك سيدنا إبراهيم. ولكن ستنا سارة عليها السلام كانت عقيما لا تلد، كانت محرومة من نعمة إنجاب الأطفال، وكانت شايفة إن زوجها إبراهيم حرم هو الآخر من الذرية بسبب عقمها هي. ولكن تلك مشيئة الله تعالى، وسارة المؤمنة التقية هي خير من يسلم لأمر الله تعالى وخير من ترضى بحكمه. مرت السنون الطوال وبلغت سيدتنا سارة من العمر عتية، وكان سيدنا إبراهيم يرغب في أن يكون له ولد وتتوق نفسه إلى ذلك توقع، ولكن بإيمان وصبر واحتساب. فكانت أمام ستنا سارة خادمها هاجر، ستنا هاجر، وهي امرأة مطيعة وفية مؤمنة تربت في بيت النبوة الكريم، بيت الخليل إبراهيم عليه السلام. فأشارت ستنا سارة على سيدنا إبراهيم بأنه يتزوج هاجر لعل الله سبحانه يرزقه منها طفلا يكون قرة عين لأبيه إبراهيم وقرة عين لسارة أيضا، وكذلك يكون قرة عين لأمه هاجر. وبالفعل صنع سيدنا إبراهيم ما أشارت به عليه زوجه وتزوج هاجر، ثم ما هي إلا شهور معدودات حتى ولدت له
هاجر ولدا زكيا هو إسماعيل عليه السلام. وبعد أن كانت هاجر عليها السلام خادما صارت زوجة، وبعد أن كانت خادما صارت أما لأول ولد يرزقه الله لسيدنا إبراهيم. ولكنها ستنا سارة بعد أن كانت على هذا الحال، يعني أن ستنا هاجر صارت الآن ضرة لستنا سارة، فأضحت نفسية ستنا سارة يعني متعبة، وأضحلها ده سيدة في بيتها أيضا كما أن ستنا سارة سيدة بيتها. ولم تكتفي بهذا كله ستنا سارة، ستنا هاجر ليه؟ لأنها احتلت مكانة كبيرة جدا من قلب سيدنا إبراهيم، ما كان لها أن تحتله من قبل أبدا. وأما سيدتنا سارة الجميلة حبيبة سيدنا إبراهيم وزوجه الوفية التي شاركته في كل شيء، دبت الغيرة بشدة في نفسها، فهي تجد نفسها لا تطيق رؤية إسماعيل وأمه هاجر عليهما السلام يستأثران بزوجها إبراهيم وهو أغلى ما كانت تملكه من الدنيا بعد أن أخذت الدنيا من شبابها ما أخذت وجمالها كذلك. فتمنت على زوجها أن يبعد هاجر ووليدها الصغير إسماعيل، وفعل إبراهيم ما تمنت عليه زوجه سارة أن يفعله، رحل بهاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام حيث شاء الله تعالى له أن يذهب، لأن حركة الأنبياء تحركتهم لابد أن تكون بوحي، فتحرك بها سيدنا إبراهيم إلى حيث شاء الله تعالى له أن يذهب بها وبولدهما إلى واد غير ذي زرع، لا ماء فيه ولا أحياء ولا عمران ولا بناء ولا ماء ولا شيء، وما كان هذا الوادي إلا وادي فاران، هكذا كان يطلق عليه قديما مكة اللي هي مكة بعد ذلك، وادي فاران، وهو المكان اللي بنيت فيه الكعبة. وفي هذا الوادي ترك سيدنا إبراهيم الخليل زوجه الكريمة هاجر عليها السلام وترك كذلك ابنهما الوحيد الحبيب إسماعيل عليه السلام، وزودهما نبي الله إبراهيم بشيء قليل من الطعام والماء، ثم هم بالانصراف عنهما. فسألته أمنا هاجر عليه السلام: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الموحش؟ أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي لا أنيس فيه ولا شيء؟ كررت ذلك تكرارا ومرارا، وكان إبراهيم لا يلتفت إليها. فقالت عليه السلام، شوفوا أمنا هاجر عليها السلام المصرية الأصيلة المؤمنة ماذا قالت لأبينا إبراهيم: الله أمرك بهذا؟ فقال نبي الله إبراهيم: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت إلى مكان الذي تركها فيه، مكة المكرمة، كان في القديم يطلق عليه وادي فاران. رجعت إلى الوادي واطمأن قلبها، فهي إرادة الله تعالى. ومضى سيدنا إبراهيم وتركهما في هذا الوادي، لكنه رفع يديه إلى السماء وتضرع إلى الله تعالى وناجاه، وقلبه وفي قلبه عليه السلام من الحزن والشفقة والخوف ما الله سبحانه وتعالى به عليم على زوجه وولده. فدعا إبراهيم ربه متضرعا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم.
حضراتكم من جديد وبحيي حضراتكم، وكمان ننوه على صفحتنا الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، وبننبه على حضراتكم انه مفيش صفحات انا بتواصل من خلالها مع حد، احنا التواصل كله ومن خلال شاشتنا، وبنرد على الأسئلة. عاملين يوم الأربع من كل أسبوع للرد على الأسئلة. احنا بنلتقي مع حضراتكم من السبت إلى الأربعاء، من السبت للثلاث بنكون في صحبة التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، ويوم الأربع مخصصينه للرد على الأسئلة اللي بتفد على الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة. ده اسم صفحتنا أمام حضراتكم على الشاشة، وأرجو شدة الحذر من سائر الصفحات المزيفة. معانا أستاذة ماجدة. على فكرة أنا بس حابة أنبه إن إحنا برضو معانا أسئلة من آخر حلقة هوا كنت مع حضراتكم، أعتقد باقي سؤالين إن شاء الله إحنا نجاوب عليهم النهاردة عشان الناس بس ما تزعلش مننا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي يا دكتور والفريق العمل الجميل الممتاز. نعم يا فندم. تحياتي لحضرتك وفريق العمل الممتاز اللي مع حضرتك. الله يخليك، ربنا يبارك فيهم يا رب. الله دكتور ربنا يزيدك علم يا رب ويفتح العارفين ان شاء الله يا رب. اللهم امين اجمعين. انا سؤالي كده عشان وقتكم الغالي، باختصار على سؤالي، هما سؤالين يعني على السريع. اتفضلي. في سورة طه من ايه 124 في حاجه انا خايفه منها ومرعوبه، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ده وصف حال، تمام؟ نعم. ده وصف حال. دوت إيه فندم؟ وصف حال يعني. نعم. بس قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة. خلي بالك يا أستاذة مجد، في سياق للآيات، لازم أنا ما باجي أفهم الآية ما أفهمهاش لوحدة في السياق اللي هي جاية فيه. تمام. سؤالي بقى في الاخر حاجه اللي هو رد على سؤال، قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها. نسيتها دي بقى هي اللي ايه اللي فيها الخوف. حدود نسيتها هنا ايه يعني؟ نسينا بعد الحفظ يعني ايه كلمه نسيتها؟ لا مش بعد الحفظ. المخاطب بهذا الكلام مش اهل الايمان. مخاطب بهذا طبعا القران بيخاطبنا كلنا، لكن احنا هنوضح لحضرتك ان شاء الله في وقت رد على اسئله سياق الايات اللي هي جايه فيها والمعنى المقصود، مين اللي بيخاطب ومين ده اللي هيحشر اعمى يوم القيامه. ده بالنسبه للسؤال الاول. السؤال الثاني. الثاني انا للاسف كنت بسبب مباشر او غير مباشر في ان يمامتين صغيرين ماتوا. يعني هم كانوا عندنا في المانوال وكده، ولقيتهم ساقعين جدا ولسه صغيرين خالص، فخدتهم حطيتهم في الشمس سقيتهم بالقطار واكلتهم ودافينين وجمال قوي. على اخر النهار زي دلوقتي كده ببص لقيت مامتهم اليمامه الكبيره جت زي ما يكون بتدور عليهم. حسيت اني غلطت اني خدتهم، رجعتهم تاني في نفس المكان وفضلت واقفه لحد ما رقدت عليهم وتحت جناحها كده ارتحت ما بصيتش بقى خالص. بس بعد حوالي اسبوع ببص لقيتهم للاسف ماتوا. فانا مش عارفه خايفه يعني. لا ابشري يعني. ابشري خيرا ان شاء الله استاذه مجد. شكرا فيك. وشكرا لحضرتك، ويا ريت يا رب يا رب وبدون تكليف اعرف الرد قبل ما الحلقه تخلص. لا ان شاء الله يا رب يعين ويبارك. وحتى لو الحلقة صدفت أنه خلصت لأي عذر، يعني كنا بنرد على الأسئلة، أنا على طول بكتب الأسئلة معي بإيدي أنا. يا أستاذة هنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إزاي حضرتك يا دكتورة؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا أستاذة هنا. بقول لحضرتك يا دكتورة، أنا أختي عندها مشكلة كنت عايزة أقولها لحضرتك يعني. تفضلي فن. هي أختي كانت متجوزة وارتكبت ذنب في حق جوزها. تمام. وجوزها عارف، بس للاسف لما عرف يعني ما قال لي كده، لا بالعكس ده فضحها الدنيا كلها. ايه شهر بيها يعني؟ قوي. تمام. شهر بيها تمام كتير للناس كلها. المهم ان هي قعدنا نحل ودي ومش عارفه ايه، وكل ما حد يخش في الموضوع برده تماما لا مش عايز يجي عيالها، مش عايز يخليها تشوف عيالها، وعايز يفضحها ويحكي بقى حاجات لها كتير يعني. احنا قلنا لا خلاص، ده اللي هم ما بيكبروش لحد، احنا نتجه للمحاكم. للاسف والله هي بص صعبانه عليا، انها عماله تعيط لي نهار نفسها تشوف عيال، لانها معاها ولدين توأم. لا حول ولا قوه. واتاخدوا منها صغيرين يعني. قعدنا نحل طب يبقوا معانا ومعاكم ومش عارفه ايه وكده، ما فيش. المهم اتجهنا للمحاكم. للاسف ان المحاكم بالها طويل قوي، وهو كان بيرشي الناس اللي قبلنا يعني. كان كنا نروح في حته يرشي الموضوع كله اتقلب عليها يعني. المهم ان هو خسرت القضيه. اما خسرت القضيه
انهارت تماما وبقيت هتموت عايزه تشوف عيالها، هتموت هتموت عايزه تشوف عيالها. المهم ان احنا يا دكتوره انا عايزه سؤال يا هنا دلوقتي يا دكتوره، هي عايزه تشوف عيالها واحنا بنتواصل عليه برضو بيفضحها مع اي حد بيخش ويقول انا السؤال. انا مش ظالمها. السؤال يا هنا، طب دلوقتي هو ظالمها يا دكتوره، حرمها من عيالها، وهي دلوقتي ربنا بيعاقبها ان هي ارتكبت ذنب في عيالها عشان مستخدين منها ولا ايه؟ حاضر معانا ست ام محمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته يا ست ام دكتوره، كل سنه وانت طيبه، حضرتك وحضرتك طيبه وبالف خير وسلامه يا ست ام محمد. يخليكي ربنا يديك الصحه ودايما منوره يا رب. يا رب يا رب. بص حضرتك انا عايزه اقول لحضرتك سؤالي. اتفضلي. دلوقتي احنا عندنا الجد، جدي جوزي جدي الزوج كان جايب مدفن، فالمدفن ده كان عامله للعيله واخده بال حضرتك. فدلوقتي المدفن ده مدفون فيه والدته وخالته واخوه جده وخاله. فبعد ما مات خاله، هو كان طبعا ما فيش الا الاخ واحد على البنتين للجد ده، يعني ولاده اتنين وولد. دلوقتي حصلت حاله وفاه وجينا ندفن الجثه لشاب كان حضرتك وقع وكده، ورحنا ندفنه منعونا من دفن هل هو ده بسأل سؤال، هو الجد ده مازال موجود؟ لا الجد متوفي. الجد اللي هو الخال بقى خاله مش بالعرض على اي حد يدفن في الحوش. دلوقتي بعد ما الخال توفى خل الزوج، دلوقتي مراته وابنه معارضين ان حد يخش الحوش ويدفن فيه، وهو اصلا حوش للعيله. هل ده طب هو ما فيش ورق؟ هو ما فيش ورق، هو الورق بتاع جد الزوج. بعدين جاب خاله وقال له ده الحوش بتاعك، فجاب زوجي انا عشان هو اكبر حفيد في العيله. قال له اللي هو خاله جه اللي بتاع يعني خال زوجك اتوفى. اه فهو قبل ما يتوفى قايل لزوجي واللي بتاع الجبانه ان الدفن المدفن ده ان وقت ما حد منهم يجي يدفن. هما دلوقتي منعونا من دخول الحوش اللي هي زوجته، زوجة خاله وابن خاله. تمام فهمت. هل ده يجوز؟ طيب حاضر، في حاجة تانية؟ اه بصي حضرتك بس باختصار عشان الوقت. انا معايا ابن اتنين، معايا ابن كبير وابن صغير شوية، فمعاهم ولدين فمعندين على موضوع المذاكرة، فباباهم بيعاقبهم، فعايزة اعرف العقاب ده ضرب او عقاب، هل يصح ان الضرب ده هيجيب نتيجة معاهم يا دكتورة؟ يعني ولاده دول، يعني ولاده دول صغيرين كام سنه يعني؟ رايحين رابعه ابتدائي. ده ابني واحد معاه واحد راح رابعه والتاني معاه واحد رابعه، الاثنين في بيت واحد. يعني ولادي الاثنين في بيت واحد، فبيقعدوا يذاكروا مش عايزين، فبيعاقبوهم بالضرب او بيعاقبوهم حاجات ثانيه، يعني ان ما يدهمش حاجه الكلام ده، بس انا مش عايزاهم يعاقبوهم بالضرب، فيقول لك ما انا تعبت. فقولي لي حلي معاهم ايه يا دكتوره؟ الله يبارك لك. ماشي يا ست ام محمد. حاضر هنطلع طيب الفاصل عشان برضو معنا أسئلة الحلقة اللي فاتت، وبعد الفاصل إن شاء الله نبدأ في الرد على الأسئلة الخاصة بحضراتكم بإذن الله تعالى. اهلا بحضراتكم. كانت الست ماجده بتسال في الفاصل في الايات الخاصه بسوره طه من قول الله تعالى: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الحقيقه انه السياق هنا بتاع الايات بيتكلم عن من أعرض عن ذكري. النسيان هنا معناه الإعراض والتكذيب من المكذبين، وده خطاب للمكذبين اللي بينكروا الآيات الواضحات البينات فبيعرضوا عنها. نسينا هنا النسيان هو الترك، بمعنى الترك، أنهم تاركين لهذا الذكر اللي فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، لأنه الإنسان إذا صلح اعتقاده صلح واستقام مساره في الدنيا ونهايته ومصيره في الآخرة. يا صاحبة السؤال، سؤال حضرتك الثاني، حضرتك تثبتي في يعني قتل طير صغير، يعني أنا مش شايفة في اللي حكيتيه ده،
وانت كان مقصدك اصلا في القصه كلها حسد، فانا مش شايفه ان على حضرتك اي حاجه ايتها السائله الكريمه. يعني حضرتك جبتي الطير ودخلتيه ورفقتي بيه، ولما لقيتي امه بتدور عليه رحتي مرجعاه مره تانية بعد اسبوع حدث ليهم كده، فانت حسيتي انه ربما للبرد او ما شابه ذلك. لكن انا شايفه انك اجتهدتي قدر طاقتك، ما عندكيش عمد لإذاية الطير، انما عندك رحمه بالطير، تصرفتي في حدود ما شفتيه انه ده مصلحه له. وعلى كل حال انسان يستغفر الله من الشيء اللي تعمد يعمله ومن الشيء اللي عمله على وجه الخطأ. نسأل الله السلام. أختنا فاضلة أستاذة هنا اللي أختها عملت مشكلة أو ارتكبت ذنب في حق زوجها، وبعدين الزوج ده فضح الأمر ده وانتهوا إلى المحاكم، والمحاكم بعد كده زور وجاب ناس بتشهد زور ورشى الناس زي ما هي بتقول، رشى الشهود بقى وزيف في مسار القضية، فبالتالي جاء الحكم ضدها. هل ده يعني هو ظلمها وربنا بيعاقبها ولا إيه؟ طبعا هي على كل حال مخطئة، أخطأت، لكن المفروض لما الإنسان يغلط لا نكون عونا للشيطان عليه. مين منا ما بيغلطش؟ وده بنقوله مرارا وتكرارا. قيام الزوج بالفتح خطأ كبير، لأنه دمر مستقبل عياله الاتنين اللي لسه بيطلعوا. الفضيحة اللي بيعملها لن يعود أثرها عليه هو، اللي راح ينتقم لنفسه ده هيعود أثرها على الطفلين، يطلعوا بعقد، حد يطلع يعايرهم بعد كده. وبعدين يعني حرم الأم من أولادها، مين قال إنها لو أخطأت تحرم من أولادها؟ مين قال هذا الكلام؟ في أي يعني في أي تصرف وفي أي عقل أو حكمة تفضي بالإنسان إلى أنه يمنع أم من أطفالها حتى لو أخطأت؟ إذا كان رب العباد بيقبل توبة التائبين، فكيف بالعبد تجاه العبد؟ تصرفات الزوج مع المحكمة في التزييف والتدليس وشهادة الزور ظلم وإثم، والرشاوي الكلام اللي قاله بالنسبة للشهود، كل ده إثم عظيم. وإنت حضرتك بتسألي الحال ده قد يكون عقاب من الله، الله أعلم، لكن أنا أميل أن الله غفور رحيم. يعني نميل إلى أنه لأنه ربما يكون زي ما حضرتك فاهمة كده وربما ما يكونش كده، فدايما يبقى اعتقدنا في رحمة الله سبحانه وتعالى. الإنسان بس يصحح المسار، فأنا أستغفر وأتوب وأدعو الله سبحانه وتعالى أنه يغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. ومحاولتنا كأسرة ومعها ناخد بإيديها في الموقف اللي هي فيه، عشان ما نكونش عون للشيطان عليها يخليها تضل وتضيع في طريقها، لأنه الفتح والنش دي طرق خاطئة. وأكتر ما يعاني منها مش المرأة والزوج بس، الأطفال، الجيل اللي طالع ده. وإحنا نحاول بطريق الود نحل، ما كانش يبقى هنلجأ للقانون قدر طاقتنا. الإنسان يستعد ويأخذ بالأسباب قدر طاقته. فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن أنتوا توفقوا تاخدوا بإيديها، وأن أنتوا إن شاء الله هي تدعي ربنا يغفر لها ويرحمها ويهدي هذا الزوج اللي بهذه القسوة اللي بيتعامل بيها. خلاص انت اقتصيت لنفسك وطلقتها ومنعتك، ما تمنعهاش من أولادك، من أولادها، لا تمنعها أولادها. نسأل الله السلامة أن الإنسان يكون عنده عدل في الرضا والغضب، دي حاجة مهمة الإنسان يتخلق بها. نسأل الله السلامة. الستة أم محمد، بالنسبة بقى للمدفن وإن هو بتاع الجد، وبعد كده جت واحد من أولاد الجد اللي هو خال زوج حضرتك، منع الزوجة منعت إن أنتوا تدفنوا فيه، لو كان لحضراتكم حق أو للقرابة دي حق في ذلك وعندكم ما يثبت ذلك فلا يتم المنع من الدفن. الأمر في النهاية في الحالة اللي حضرتك بتحكي عليها لازم يخضع إن احنا نوسط أهل الحكمة من كبار العائلة، وإلا أن احنا هنتجه في الاتجاه للطرق القانونية لإثبات الحق الذي لنا في هذا المدفن. الابن اللي بيربي الأولاد بعنف، يعني اللي في رابعة ابتدائي ورابعة ابتدائي وهو بيحاول يعلمهم إزاي يعني يذاكروا فبيستعمل العنف. النبي عليه الصلاة والسلام ما ضربش حد بإيديه قط، لا صغير ولا كبير ولا امرأة ولا خادم، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. وبعدين الإنسان السن ده يعني العقاب بالضرب ده لابد من مراجعته،
لانه ليه وقت معين ومش بالطريقه اللي الناس بتعملها، ونحن نميل في الوقت ده الى ايه؟ الوقت السن الصغيره ده بنميل الى ان احنا نحببهم في التعليم. انت كده هتكرههم في التعليم. ممكن ازعل منهم، اعاقبهم بان انا امنع شيء هم ما بيحبوه، لكن ما يكونش العقاب بالضرب على هذه الصوره الخاطئه اللي تنفر الولاد من التعليم. وبعدين انا مش عايزه نحسس الولاد بالضغط العصبي، هو يجتهد وانتوا تقولوا له خد باسباب الاجتهاد، وانا اعمل اللي عليا كاب او ام من ان انا انصح واوجه واقول ده صح، لا لازم تقعد تذاكر، واعنف شويه، لكن مش كل حاجه بضرب، لا طبقه الصوت تتغير، خش ذاكر دلوقتي في ميعاد من كذا، واعينه. ده بيبقوا صغيرين عايزين مساعده. وبعدين عارف لو ما جبتش المجموع الفلاني انا هعمل لا، هو يعمل اللي عليه، واللي هيجيبه ربنا من النتائج الحمد لله. المهم ان يكون موفق في حياته، لا بالمجاميع ولا نسأل الله السلامة. ساعات ناس ربنا بيفتح لها آفاق كبيرة، ويبقى هو داخل كلية يعني مش زي الكليات اللي الناس بتقولها، ولا بيدرس دراسة الناس مش بتحبها قوي أو مش ميلة لها، وربنا يكتب له الفلاح والنجاح والتوفيق. فأنا ما أسرعش العيال عشان يتعلموا، أنا عايزاهم يتعلموا عشان يشغلوا دماغهم، مش يتعقدوا وينقهروا وبعد يكرهوا التعليم ويكرهوا الثقافة كلها زي ما بنشوف عند كثيرين. فيبقى الإنسان رحيم متلطف يميل للتحبيب. احنا مشايخنا واحنا صغيرين، ويعني فيها برضو لان دي نتعلم منها طرق التعليم، كانوا يعني كل رحمة الله على أشيخنا، من مات منهم ربنا يبارك في من بقي منهم، يدخل بقى بكيس الحلويات والحاجات البونبوني والشوكولاتة ومش عارف ايه وبتاع، واحنا يعني ما بنشوفش ده، بنشوفه في بيوتنا، لكن الا اللي شيخنا بيديها لنا دي، الا الحاجه دي يعني الترغيب نحفظ. يبقى احنا مستنيين البونبوناي، مستنيين الشوكولا اللي هيديها لنا، لان احنا دي بالنسبه لنا معنى كبير. فكانوا بيحفظونا بطريقه ترغيب، مش ماسكين عصايا وانه بينفرونا ويخوفونا، لا. وطريقه انك لازم تقرا القران، ويعامل الصغير ده باحترام لشخصيته، وفي نفس الوقت تحبيب له في العلم اللي بيعلمه له أيا كان هذا العلم. بعلمه قرآن، بعلمه يقرأ، بعلمه يحفظ، بعلمه يدرس مواد تاريخ جغرافيا أيا ما كان، ويعرف أنه ده مش نهاية العلم، أنا بس بنشط علمك، أنا عايزك مثقف، ذهنك مفتوح دايما لتلقي العلوم والمعارف. لازم ده المنهج اللي لازم نعلم بيه ولادنا، واللي تكون تقوم عليه المؤسسات برضو في مسألة التوجيه والتربية والتعليم، اني بشغل مخ الطفل، بشغله وبعرفه ان الثقافة العلمية اللي بديها له مش نهاية الطريق، انما دي الطريقة، المنهج السليم اللي انا عايز بدماغه بيشتغل دايما، لانه زي ما البطن لها غذاء الطعام، العقل غذاء العلم. واذا الانسان ركن عقله ده بيبقى ضياع كبير للانسان في حياته. معاني كبيره قوي في قضيه التربيه والتعليم، سواء لينا كامهات واباء داخل البيوت او حتى في المؤسسات. نسال الله سبحانه وتعالى انه يفتح علينا بالمناهج اللي تطلع عقلاء فاقهين فاهمين مثقفين مبدعين موفقين يا رب، اللهم امين. اخد بقى السؤالين اللي كانوا ناقصين معانا من الحلقه اللي فاتت، ان شاء الله الوقت يقضي يا رب. الست ام محمد ابنها 23 سنه وزوجها عاوز يجوزه بنت، يعني هي تبقى البنيه اللي عايز يجوزها له بنت عم ابوه، فهي بتقول ازاي ما ينفعش. المحرميه دي بين المحرميه بين الرجل وبنت ابن عم الوالد في الزواج لا محرميه، مفيش محرميه في ذلك. وسيدنا علي تزوج ستنا فاطمه، وستنا فاطمه هي ابنة ابن عمه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا محرمية أختنا الفاضلة. لكن نتبع بقى أصول عملية الزواج، أنه لازم يبقى عنده قبول ليها، والبنت كمان توصل لسن معينة تقدر تقرر أن أنا أقبل ده زوج، عشان الأمور تبقى واضحة ويبقى فيه نضج في عملية الاختيار أو الرفض. بالنسبة للأستاذ أمل، مشكلتها مع بنتها، يعني البنت متجوزة من ابن خالتها، لا ينفق عليها، بيكلم ستات، سلوكه العام مش مظبوط، كذاب بشدة، اخوات الام عايزين يرجعوها لزوجها. يا اختنا الفاضلة، انا سألتك في اولاد، قلتي لا، الضرر ممنوع، واحنا متعلمين ده لا ضرر ولا ضرار من كلام النبي عليه الصلاة والسلام.
والحكمة مطلوبة، وتوسيط طبعا العقلاء مهم، وإن احنا نسأل ربنا سبحانه وتعالى صلاح الحال برضو ده شيء مهم. لكن أنا النهاردة بنتي بهذه الصورة الشديدة، بخل، البخل ملوش علاج، وإساءة أدب وإهانة وضر وكل اللي حضرتك قلتيه ده، وما فيش أولاد، خلاص أنا هنجو ببنتي. لا، وبعدين أنت لما سألتك قلتي هو ما سألش عنها، يعني خلانها عايزين يرجعوها له وهو ما سألش عنها. ما ينفعش، الجواز مش بالغصب، واحد بيهنها يعني بيطفشها، يعني وكأنه بيطفش. فأنا ألحق ما تبقى من بنتي، وما نتعجلش في أمر الزواج، أرجو ذلك من أولياء أمور البنات، لا نتعجل في أمر الزواج. لو ابن عمها، لو ابن خالتها، هسأل عليه أكتر من ما هسأل عن الناس اللي بره، لأن القرابة دي بتخلي إنسان يفوت حاجات كتير، اللي بتدفع فاتورتها البنت في بيت الزوجية. فمش عايزين عجلة، وندي وقت الخطبة شرعت عشان كل طرف يشوف التاني، اذهب فانظر إليها لعله يشوف من فكرها ما يخليه أنه يعني يميل إليها، أو يرى من فكرها ما يجعله ينصرف عنها، أو يرى من كذا أو كذا ما يجعله يقبل أو يدبر. فندي وقت في الخطبة كويس عشان ما نظلمش بناتنا. وخلاص طالما بنتك قررت إنها ما ترجعلوش، وإذا كان الصفات الحال كما هو وارد بالسؤال، فأرى ألا تعود إليه، وإن شاء الله ربنا يبدلها خيرا منه زوجا صالحا تقيا نقيا، ويجعل ربنا ليها قرة عين لها ويجعلها قرة عين له. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك، وإبراهيم خليلك، وموسى كليمك، وعيسى نجيك وروحك، وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم، وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك نصرا عزيزا، نسألك نصرا عزيزا، نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير، نسألك، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. أستودعكم عناية الرحمن الرحيم.